بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج صوت البرلمان والناس، مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم مع حلقة قديمة جديدة من برنامجكم صوت البرلمان والناس. برنامجنا منبر لصوت الناس، وهدفنا حل مشاكلكم في كل مكان قبل أي شيء. وإحنا داخلين، إحنا في شهر أكتوبر، لا 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 بد لا ننسى هذا الشهر، شهر أكتوبر شهر الانتصارات. بنقوله تحية حب وتقدير القائد الأعلى للقوات المسلحة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحية لجميع شعب مصر العظيم. معايا الأستاذة سعادة عزام. مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم من جديد مع برنامجكم صوت البرلمان والناس للسنة السابعة. طبعا بداية الموسم الجديد النهاردة، وإن شاء الله يعجبكم، معنا فقرات جديدة وجميلة. وطبعا لا ننسى نقدم التهاني للسيد الرئيس والأصحاب الفخر والعزة لقواتنا المسلحة في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر. النهاردة طبعا مع بعض هنشوف كل جديد. طبعا صوت البرلمان والناس لكل مواطن مظلوم، برنامجنا هدفه خدمة أهالينا وناسنا في كل مكان في أنحاء جمهورية مصر العربية، وإن شاء الله نكمل مع بعض. اسمحوا لي أن احنا نبدأ ونتكلم على أول خبر معايا النهاردة. السيسي باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري، نفخر بالمحكمة الدستورية العليا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي فخره وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة أسست منذ عقود طويلة. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري، أؤكد فخري وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة أسست منذ عقود طويلة، نجحت خلالها في التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الماضية لإعلاء مبادئ العدالة وما تمثله من حسن لحماية الحقوق والحريات. الأخبار الثانية أعزائي المشاهدين، والخبر طبعا مهم، تسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقات في مصلحة الجوازات. وصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما فيه تسهيلات لذوي الإعاقات الخاصة، يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية. معنا خبر بيقول الآثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية. أعلن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار اليوم السبت عن تفاصيل اكتشاف أكبر خبيئة بمنطقة جبانة العساسيب بالبر الغربي بمحافظة الأقصر على يد رجال البعثة الأثرية المصرية، حيث أنه تم اكتشاف 30 تابوتا يعود للأسرة 22 من العصور الفرعونية، حيث تم وضعها في مخزن بالقرب من سطح الأرض لحمايتها من السرقات. طبعا الكلام اللي أنا هقوله ده طبعا اكيد في كل البيوت، طبعا بيقولوا ان الفيس او التواصل الاجتماعي بقى سبب خراب معظم البيوت المصريه. اكد زوج طبعا متزوج من 21 سنه وعندهم من الاولاد 5 اولاد، وبيقول ان الفيس اصبح شريك تاني في زوجته. طبعا انا بتكلم بقى عن المراه وعن البنت وعن كل ست مسؤوله، ان الفيس طبعا بياخد وقتها كتير وممكن تاثر شويه في حق الاولاد وفي حق الزوج. طبعا هو دلوقتي رفع دعوه لان الزوجه اهملته واهملت اولاده، فطبعا طلب الزوج المحكمه بالزام زوجته بطاعته او حرمانها من حقوقها الشرعيه بعد ان رفضت الانصياع لاوامره، ما تسبب في الحاق الضرر المادي والمعنوي باسرته. ليؤكد بيتنا اتخرب من يوم ما مراتي عملت اكونت على الفيسبوك. الفيسبوك له اضرار وله مميزات، ويا ريت نبص يعني نلقي الضوء بس على مميزاته وخصوصا للستات. قبل ما ادخل على الحلقه الحواريه ومعانا ضيوف، مشكله في العياط العطف بالجيزه. المشكله دي مش هتكلم عنها غير في حضور الوالدة والابن والناس المكلومة. قبل الحوار هقول في مداخلة بس مع الفقرة الحوارية، تعاون وعمل دؤوب بنقابة العاملين بالبترول
برئاسة محمد جبران والنائب محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري لانضمام العاملين بشركات البترول بإسكندرية لعضوية نادي الاتحاد السكندري واتخاذ الإجراءات سبل السداد. جهد المشكور وعمل التواصل. هنطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعنا أسرة مصرية عايشة في داخل جمهورية مصر العربية. الأسرة المصرية ديت لهم مشكلة، والمشكلة مهما اتكلم فيها أصحاب الشأن الموجوعين هم اللي هيتكلموا وهيقولوا اللي واجههم. معانا الحاجة رضا. أهلا بحضرتك يا حاجة رضا. احكي لنا قول لنا إيه الموضوع بالظبط لنا وللسادة المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا ولاد الاثنين، كانت خناقه بسيطه وما فيش حاجه حصلت، واتفاجئنا ان اتعمل فيهم محضر. ولاد الاثنين ولاد عمهم اثنين، يعتبروا اربعه من بيت. ايوه. فاتفاجئنا تاني، قالوا ده شهرين، وقالوا ده الدرجه بيتحكم عليه هو واخوه ولاد عمه. يعني قعدنا مع بعض وكنا هم قرايبي مش غربة، والمصارين في البطن بتزعل، واحنا في جحيم من نهار ولادي ما تحفظ عليهم، ودمعتنا ما بتنشفش، وأسرة يعني أسرة اتدمرت بحالها، أسرة اتدمرت. ولاد حضرتك مين أساميهم إيه حاجة وإيه وضعهم يعني بالظبط؟ رجب، رجب محمد أحمد. اه. وأحمد فؤاد محمد أحمد. ولاد عمامهم محمد زين، محمد زين عبد الحليم، والتاني شعبان زين عبد الحليم. اه. السبب ايه يا حاجه بقى؟ مشاجره ولا ايه بالظبط؟ يعني مشاجره. مشاجره بسيطه، يعني ما فيش حاجه، ولا ابني كان معاه سلاح ولا حاجه. اللي اتفاجئنا قالوا ده حطوا عملوا محضر، والمحضر بسلاح، وابني ما معاش سلاح ولا معاه حاجه. اه. يعني احنا اتدمرنا كده، يعتبر عيله اتدمرت، عيله. عيلة اتدمرت يا استاذ. اولادهم ايه يا حاجه؟ بس يعرفي لنا وللساده المشاهدين، وحاولي يعني معلش الساده المشاهدين عايزين تعرف المشكله، فحضرتك انت اللي موجوعه، فاحكي لنا وقولي لنا. يعني انا موجوعه، واللي عاوز يسمعني ويعمل الخير يتعاطف مع ولادي. احكي لنا بس ربنا ربي الكريم ان شاء الله. يتعاطف مع ولادي، قلبي بيوجعني عشانهم، قلبي بيوجعني. اولادك دول عندهم اولاد يعني متزوجين؟ ايوه. ابن الكبير ده راجع معاه اربع عيال، معاه تلات بنات ومعاه واد. وابن التاني شاب لسه ما اتجوزش، يعني حرام حرام يعني حرام. طب بعد اذنك، انت حاسه ان هو مظلوم؟ ايوه مظلومين والله، مظلومين والله يا ولادي، ما عملوا حاجه خالص، ده الدنيا كلها بتحب ولادي عشان هم مظلومين. ايوه مظلومين والله. طيب. والله مظلومين. يعني احنا اتدمرنا بيت كله بيت، يعني عيله اتدمرت من اولها لاخرها، ولا بناكل ولا بنشرب، ودمعتي ما بتنشفش على ولادي. ايوه. يعني كده حرام. ربنا يطمنك عليهم يا رب. معانا احد اطراف طبعا المشكله. احكي لنا حضرتك، عرفني باسم حضرتك. انا محمد فؤاد، اخو رجب فؤاد واحمد فؤاد. انا مهندس ميكاترونكس. طبعا احنا تفاجئنا بالوضع اللي احنا وصلنا ليه يا استاذه. تمام. رجب واحمد يعني اساسا ليس لهم علاقه بالمشكله، من قريب او من بعيد. يعني المشكله ايه اصلا؟ المشكله كانت مشاجره بين يعني عيلتنا وعيله تانية. تمام. حصل بقى سلاح او ضرب نار او احنا ما نعرفش. الصراع قديم، هم يعني اتهموا رجب واحمد في الموضوع ده. تمام. فوجئنا رجب لما عرف كده هرب. يعني في طار بين العيلتين اصلا؟ لا مش طار. هو يعني السبب ايه يعني؟ قديمه مش اكتر. ده اللي خلى رجب، دخله رجب في الموضوع واحمد، انما رجب واحمد ما كانوش متواجدين من اساسه. طيب انا عايز اقول لحضرتك، رجب فوجئ بانه حطوا اسمه في المحضر. تمام. فساب البيت وهرب، ساب مراته وساب عياله. عنده ولد قد ايه؟ وهرب. عنده آية 9 سنين، وعنده إيمان 8 سنين، وعنده سجدة 6 سنين، وعنده ياسين الصغير خالص 3 سنين. مين بيرعاهم دلوقتي؟ انا اللي اصبحت مسؤول عنه مسؤوليه كامله يعني. حضرتك عندك بيت تاني يعني متزوج؟ لا، انا والله كنت هتزوج، كنت خلاص هتزوج واحد 11 اللي جاي ده. تمام. بس طبعا عشان المشاكل عشان المشاكل، فكان عندي امل كبير ان 15 اللي فات ده
ربنا يكرمنا ويطلعوا في حكم في الحكم الاخير ده، في حكم العفو الرئاسي. في العفو الرئاسي تمام. ورجب سلم نفسه يعني بعد مجادلات في القضيه تمام. المحامي اقنعه اخيرا، القضيه نزلت الجنايات وحكمت، والمحامي اقنعه انه يحضر في النقض لان اماننا كبير والقضيه يعني خلصانه. كل اللي بيقول له انت براءة، انت مبرأ فيها من كل حاجه تمام. فوجئنا في لما سلم نفسه في محكمه النقض هو واخويا في دار القضاء العالي، هو واحمد اخويا تمام. فتم تأييد الحكم. بقى الحكم باتل دلوقتي ونهائي. باتل ونهائي. هو بينفذ حضرتك دلوقتي. معانا برضك من ضمن الناس الحضور الاستاذ محمود عبد الظاهر. ايوه ازيك يا استاذ محمود؟ قول لنا بقى ايه حضرتك من ضمن الناس اللي هم كان في المشاجره بينهم ولا ايه بالظبط؟ هي كانت مشاجره عاديه يا استاذ ابراهيم، مفيش اي حاجه يعني. مشاجره عاديه خالص، وفوجئنا فعلا برجب واحمد ان هم في المحضر. مفيش اي حاجه. والحكم مأمن عليهم. طيب احنا عرفنا انك انت عامل تنازل او تصالح او 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 عامل تنازل وكل حاجه. يعني عامل تنازل في الشارع العقاري بتقر فيه ولا ايه بالظبط؟ ما هو انت بتحاول توضح لنا. عامله في الشارع العقاري كاعداد، هم وصلوا لنا على معانا المستند بكده. ايوه احنا بنتكلم الراي العام، الراي العام ادي المستند موجود معانا وبنتكلم فيه، انما انت واصل الرساله للساده المشاهدين عايز تحكي الموضوع، لان المشاجره كانت معاك مش مع حضرتك ولا كان مع حد تاني؟ كانت مع حد تاني من عندنا، بس يعني ما يعني كانت مشاجره عاديه، مفيش اي حاجه. مشاجره عاديه. مشاجره عاديه، مش حاجه. يعني مفيش اي حاجه يعني حاجات كده معينه كده في رواسب معينه ولا في حاجه معينه؟ لا مفيش حاجه معينه. مشاجره عاديه يعني. مجرد شيطان. ودخلته وقعدته وخلصته وصفيته ومفيش اي حاجه. وبيتنازل في الشارع العقاري ومخلص كل حاجه. وما قررتوش بكده ليه بقى؟ يعني ما قررتوش بكده ليه؟ يعني الاقرار الاقرار هو التنازل. انت التنازل في الشارع العقاري ما اثبتوش كده الكلام ده فيه. عامل اقرار يا استاذ وثبتوه في المحكمه؟ ايوه ثبت يعني. ومظبوط في المحكمه كل حاجه. ايوه مظبوط في المحكمه. طيب احنا معانا احد اطراف المشكله طبعا، عرفنا حضرتك. محمد سعيد عبد السلام. حضرتك احنا طبعا بنسمع واكيد كلكم بتسمعوا عن العادات العرفيه اللي بتبقى في كل مركز ومدينه وقريه. اتمتوا اي قعده عرفيه قبل القضاء؟ تمت قعده عرفيه وتم الصلح والطرفين اتراضوا ومفيش اي مشكله، وهي كانت مشكله بسيطه ومفيش اي حاجه. طيب في القعده العرفيه طبعا اتمت اكيد على حلول، طب ليه طبعا لما اتصالحتوا ليه ما تنزلوش؟ لا اتنزلوا يعني في ساعتها. اتنزلوا في وقتها. اتنزلوا ومضوا وبصموا وراحوا الشارع العقاري عملوا اقرار ان هم ما كانش موجودين اثناء المشاجره. طب في تصالح وتنازل، طب ايه اللي خلى الحكم ينفذ او هو الايه يتنفذ؟ والله هم تفاجئوا بالقرار ان هو اتامن عليهم. القضاء استاذه وشانه طبعا. القضاء وشانه، غلطه مش في القضاء. القضاء وشانه طبعا. احنا بنقول بس عشان احنا بنعرض بس الامر بس لاصحاب القلوب الرحيمه بس. احنا بنتكلم في ايه؟ مشكله وبنعرضوها. مشكله احنا ناقلين للاخبار طبعا. اللي ليه مشكله احنا بنعرضوها. طيب للراي العام. هو الهدف يا استاذ ابراهيم ان احنا بنقول يعني ان هم طالما لحقوا الموضوع بدري كده، ايه اللي وصل ده يعني؟ يعني هو كاجراءات بقى الله اعلم. هي ممكن تكون اجراءات. طب انت ايه رايك في الناس اللي ايه المشاكل؟ والله احنا جيران ومفيش اي مشاكل منهم خالص، وناس محترمه وفي مناسب بيقفوا مع اي حد عنده مشكله بيقف معاه. في مفيش اي حاجه منهم وحشه خالص. يعني انت معاشرهم بقالك قد ايه؟ بقالي 10 سنين. بقالك 10 سنين تعرف عنهم ان الناس كويسين ومحترمين ومفيش مناسبه بيسيبها عند حد. وانا اعرف ان العياط كده يعني ايه الاهالي كلها عارفه بعضها. طبعا. صح ولا لا؟ صح. يعني الغريب بيقول لك انت رايح فين؟ فان كلها الاهالي معروفين وهم يعني انت حضرتك لو نزلت في العطف وسالت عنهم هتلقى كل خير ويعني كويسين. ما شفناش اي حاجه وحشه منهم خالص. طب هو دلوقتي حاليا مش حد يعني من المسؤولين او حد الاقارب اللي هم يعني ذو يعني مناصب او كده يتدخلهم في حل الازمه دي؟ لا الحل دي بقى هو دلوقتي حضرتك موضوع خلاص. خرج عن خلاص. طيب يا حاجه اسمحي لي دلوقتي، حضرتك حاسه ان ابنك مظلوم؟ ايوه مظلوم. عايزه تقولي ايه؟ مظلوم يا استاذه. عاوزه اقول ابلغ رساله لعبد الفتاح السيسي رئيس اللي هو رئيس القاهره رئيس الجمهوريه، يعني اللي الناس بتحترمه وهو كويس وبيعمل خير للناس. هوصل له رساله ان انا ام وهو اب ويحس بقلبي.
يعني احس بقلبي ان انا قلبي موجوع من جوه، قلبي موجوع من جوه على اولادي، على اولادي. يعني دي شاب كان هيتجوز فاخر 10، والتاني برضو كان هيتجوز فاخر 11، واتفاجئت ان هم راحوا المحامي قال لهم تعالوا هجيبكم في ايدي وعامل لكم مش ورايا المحامي، راحوا ما رجعوش. يعني احنا في حاله ما تسمحش. يعني انا عاوزه اوصل الرساله دي لعبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ان هو بس يسمعني ان شاء الله. يا حاجه الاولاد اللي بره معاكي دولت؟ ايوه. كنت شايفه معاكي اطفال كده. ما رضيش الاستاذ يدخلهم قال الجو ساعه. لا واحده عندها 9 سنين والثانيه عندها 8 سنين. حضرتك المدام بتاعته بتشتغل ولا حاجه؟ لا ست بيت يعني. ست بيت. ست بيت يعني. يعني دلوقتي ان الاسره دلوقتي متفككه دلوقتي دلوقتي يعني مش ايوه الاسره اتفككت من بعضيتها واحنا في حاله ما يعلم بها الا ربنا. يعني حالتنا ما يعلمش بقى الا ربنا عشان ولادي، ولادي اتنين يعني اتنين. شوف انت بقى وانا ام اعمل ازاي؟ طيب يعني انا خلاص قلبي وقف عشان ولادي. يعني من نهار ما اتحفظ عليهم من يوم السبت اللي فات ادي لهم تاني السبت الجاي ديت وانا قلبي واقف، قلبي واقف ما باكلش، ما باكلش خالص، ما باكلش ولا ما باكل ولا باكل ولا اتغديت ما بتعشاش، وفطرت ما بتغداش ولا بتعشى عشان ولادي. يعني اتنين طالخين وطالعين عليا، يعني بدخل ويطلع عليا ولادي. ولادي الاثنين ربنا يا رب يرجعهم لك بالسلامه، يرجعهم لك بالسلامه يا رب. وان شاء الله رب العالمين احنا بنطالب بروح القانون. محمود انت عايز تقول حاجه؟ في حاجه عايز تقولها؟ عايز توصل رساله؟ انا عايز انا بطالب الرئيس السيسي قبل ما يكون رئيس للجمهوريه كأب لينا كلنا ان يعني القرار في ايد سياده الرئيس ان يعفو عن رجب واحمد واولاد عمهم، لان هم فعلا والله براء من الموضوع ده بالكامل ولا لهم دخل فيه اساسا. والشهود طبعا اثبتوا ذلك. والشهود اثبتوا ذلك يا فندم. تمام. وتصالحنا وقدموا اقرارات ان هم اصلا ما شافوش رجب ولا احمد ولا محمد ولا شعبان في الـ في الـ والطرف في الاخر متنازل كمان. انا الطرف الاخر تنازل وراضي رضا تام عننا واحنا كلنا اسره واحده، العيلتين عيله واحده، فالموضوع لا يستحق كل ده. ان شاء الله يكون بخير عليكم. وحضرتك بقى كلمه بقى اخيره من انت الطرف الثاني بقى، وانت بقى تقول اللي عندك علشان برضو الدنيا كلها بتسمعنا، فتقول اللي عندك كده. التصريح ده يكون من نيه ويكون تنفيذ ان شاء الله. حاجه من عندي. وبعدين الشيطان اصلا بيخش ما بين اخواته بعديها، يعني لما من بطن واحده يعني سوري. انما انت جار بقى وقريب. مفيش اي حاجه، ده احنا جيران وقرايب ومفيش اي حاجه. والله والله ما في اي حاجه، احنا جيران وقرايب واحنا عملنا اللي علينا والباقي على الله. ربنا يبارك لك. كلمه يا استاذ محمد كده عايز تقولها وتوصلها وتتكلم، يعني انت من واقع انك انت راجل من ضمن الجيران وشايف العائلات ديت والناس دي كويسه ومحبوبه والناس كلها بتحبها، وما شفتوش منها؟ شفتوا منها قبل كده في مشاكل ولا في؟ ما فيش، شفناش اي مشاكل وطول عمرهم بيعملوا الخير. ويعني مصالح كتير اتدمرت، انا عارف ان هو كان خير كتير وبيعمل حاجات كتيره كويسه رجب، والوقت كل شيء خلاص اتدمر. ما يعني مصالح كلها وقفت، مصالح رجب كلها. مفيش حد. الباشمهندس محمود طبعا يعني مش ملاحق على اي حاجه، مش عارف يشوف المصالح، يشوف المشكله، يروح له ضغط اسري وضغط حياتيه وكل حاجه، يروح لهم زيارات السجن وليهم اخ تعبان في السجن بيروح زيارات وعلاج، مش عارف يعمل ايه. يعني ساب شغله لدرجه ان هو ساب شغله، ساب شغله وظيفته وتفرغ للاسره. احنا عرضنا المشكله ونتكلم ووصلناها للساده المشاهدين، وصلناها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاب الانسان رئيس الجمهوريه، وصلنا الرساله ديت وعرضناها عليكم. ويا رب انا بتمنى وبتمنى ان ان شاء الله الامه المكلومه والظروف اللي هم فيها ديت يكون في استجابه، واستجابه لهم، لان معلش الموضوع مش موضوع يعني موضوع مشاجره، مفيش حاجه تانية غير مشاجره بتحصل على طول وكل يوم وبتحصل. احنا احنا يعني احنا بشر، قانون يعني احنا بشر، ممكن في العربيه في اشاره مرور في اي حاجه بتحصل مشاده بيني وبين اي واحد في العربيه او الطريق، احنا بشر. فانا بطالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظره عطف، نظره عطف لهذه الاسره، والأسرة
دول من العطف العياط الجيزة. وبرجو من السادة المشاهدين، المستشار محمد حامد معانا مداخلة. ماشي. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المستشار ازي حضرتك؟ مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك يا محمد بيه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. اخبار معاك الحمد لله. باشا، هو المشكلة يمكن حضرتك شفتها او سمعتها دلوقتي، ان المشكلة انا استاذن عليه بس عشان انا سايق، فاسمع من حضرتك التفاصيل باختصار شديد تحت امر معاك يا فندم. كان في مشاجرة بين اثنين عيلتين جنب بعض، جيران يعني. تمام. فالمشاجرة واحد منهم راح عمل دعوة في الاسم محضر يعني، ففوجئ ان المحضر جرف اجراءاته واتاخد جرف اجراءاته بقى المحضر هو عمل. تمام. عمل محضر وسابه. تمام تمام. فجرف اجراءاته فتحولت ان الموضوع فيه ان في سلاح وفي مشاجرة بضرب سلاح، فتحولت جنايات. لما تحولت جنايات اتحكم عليه بأول مرة. محمود صح؟ مش اتحكم عليه بأول مرة، بسبع سنين اتحكم عليه بسبع سنين. يعني هو دلوقتي اتعمل محضر. تمام. هو عمل محضر حضرتك وسابه. تمام سيادة. وسابه. خد مجراه. هو خد مجراه لوحده. ففي تحريات اتعملت ان في قصدي قالوا فيه ان في سلاح. تمام. داخل المشاجرة فتحولت جنايات من جون حال جنايات. تمام. فالقضاء خد حكم على رجب واحمد فؤاد ومحمد زينهم حسنيه وشعبان زينهم حسنيه بسبع سنين. تمام سيادتك. خدت بال حضرتك؟ فدلوقتي الحكم جه المحامي بعديها قال لهم انا عملت نقض، تعالوا احضروا بحضور عشان النقض كده ايه يقبل، وفي نفس الوقت يبقى لازم حضورهم. حضروا اتعيد عليهم الحكم. تقول يا فندم؟ حضرهم اتأيد عليهم الحكم. تمام سيادتك. فالناحية القانونية ايه والوضع بالظبط ايه؟ هو الناحية القانونية اذا كان القيد والوصف جناية زي ما سيادتك تفضلت كده يا فندم. ايوه. فكان المفترض ان هم يحضروا امام محكمة الجنايات اول جلسة. تمام سيادتك؟ في حالة عدم حضورهم بتقضي محكمة الجنايات بحكم غيابي. حصل. اللي هو الحكم السبع سنوات. تمام سيادتك؟ لا ده كان حضور. في الحالة بتوكيل. دي بيكون من كان في حضور بتوكيل يا سيادة المستشار. حضور توكيل. هي 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 للاسف الشديد طبعا ان هو من الممكن او من الوارد انه يكون في تقصير او في سوء فهم، خصوصا ان تحريات المباحث زي ما محكمه النقد تفضلت في احكامها قالت ان تحريات المباحث لا تعدو ان تكون راي مجريها. تمام. ليه يا فندم؟ لان التحريات الجديه لكي تكون التحريات صحيحه لابد وان تكون التحريات داله على صحه الواقعه، كيفيه ارتكاب الواقعه، نسبتها المرتكبه. اسمح لي استاذ ابراهيم سؤال. اتفضل. طب يا سياده المستشار، في حين ان الطرف الاخر الو يا فندم، اسمح لي يا فندم اسالك، في حيله التنازل للطرف الاخر اللي هو كان في المشاجره عن حقه، مش ممكن يطلع براءه للمزبون؟ الو الو الو. محمد بيه مع حضرتك سعاده عزام. يا فندم مع سيادتك يا فندم. بقول لحضرتك حال التنازل هنا يا فندم. ما يبقاش تنازل. لكي يتفق صحيح القانون لابد ان يكون ما يسمى بالعدول. صح. بالعدول. العدول في أيوة. الاقوال. ويمتلك او من حق المجني عليه اذا تاكد ان المتهمين ليسوا من الاشخاص الذين قاموا بالافعال التي قام بنسبتها ليهم، يعني من الممكن تكون حصلت مشاجره او خناقه وهو ما يعرفش اسماء الناس، ففي ناس في الشارع عفادته بالاسماء. أيوة. وتاكد انه مش هم دول الاشخاص الذين قاموا بالتعدي، فمن حقه ان هو يعدل اقواله حتى لو انه محكمه قضت بحبس المتهمين. بيتم عمل نقد. تمام. وبعد النقد بيتم عمل اشكال وبيحضر في جلسه الاشكال المجني عليه وبيقر بانه هؤلاء ليسوا هم الاشخاص الذين تعدوا عليه. في من ضمن الشهود سياده المستشار، عامل من ضمن الناس الحضور الموجود الاستاذ محمود عبد الظاهر، عامل تنازله في الشارع عقاري. اقرار بقى بيقول فيه ايه؟ على دول. ما يا فندم، ما هو التنازل ما هو في امور يعني قانونيه المفترض ان هي امور بتكون يعني مبدئيه. التنازل هو اقرار بصحه الواقعه، بمعنى لا اقرار ايه؟ لا حضرتك سمعتني للاخر، هقول لحضرتك، هقول لك صيغه القرار.
لان القرار بيقول فيه ايه؟ الاقرار مكتوب فيه يا فندم. بقول لحضرتك محمود عبد الظاهر ده هو حاضر معانا من ضمن الناس، قال ايه؟ اقرار بشهاده يقر فيه بالمقر بان كل من رجب فؤاد محمد ومحمد زينهم حسنين واحمد فؤاد محمد شعبان وزينهم حسنين لم يكونوا متواجدين اثناء حدوث اصابتي، وذلك في المشاجره التي حدثت بتاريخ 19/9/2014 بقريه العطف العياط، وليس لهم دخل باحداث اصابتي، وهذا الاقرار على مسؤوليتي دون مسؤوليه شرع قاري. ده محمود عبد الظاهر موجود معانا داخل الاستوديو. محمود عبد الظاهر ده المجني عليه يا فندم. ايوه موجود معانا، موجود معانا. تمام عليك. يبقى من حق الاستاذ محمود حتى لو انه المحكمه لم تاخذ بهذا الاقرار، ايوه، بيتم عمل نقض في خلال 60 يوم وعمل اشكال في الحكم. تمام. وحال رغبه محمود بيه عبد الظاهر في التنازل، من الراجل عاوز يتنازل، بيحضر امام المحكمه في جلسه الاشكال وبيقر وبيقول نفس الكلام اللي قاله في الاقرار المقدم في شهر العقاري، لان في بعض المحاكم وفي بعض القضاة لا تطمئن الى مثل هذه المحررات حتى وان كانت صادره من الشهر العقاري. ممكن يقول لك ده هو ما اقرش قدام المحكمه، ممكن يكون في ضغط، ممكن يكون في تخويف تهديد. طب توضيح بس يا استاذ المستشار بعد اذن، توضيح بعد اذن حضرتك. النقد دلوقتي رفض النقد، النقد رفض؟ رفض، فكده الحكم بات. طب يا فندم هم قضوا مده حبس قد ايه سيادتك؟ بقى لهم قد ايه دلوقتي يا محمود؟ فندم هم يعني سلموا نفسهم في جلسه النقد. سلموا جلسه النقد كانت امتى؟ يوم 15 يا سياده المستشار، 15 اللي فات. سلموا نفسهم في اداره القضاء العالي. تمام يا فندم، 15 اللي فات؟ 15/2019. نعم؟ 15 اللي فات ده يا فندم. 2019. وهو المحكمه ايدت حكم السبع سنوات. ايوه. طب هو اذا المحكمه من الممكن بقى وسيادتك لازم نتاكد من حكم محكمه النقد، اذا كان النقد قبل شكلا ورفض في الموضوع او الحكم رفض شكلا. تمام. لان في شروط شكليه وفي اسباب بتكون موضوعيه. يعني قبول شكلا وليس في الموضوع. الموضوع اللي هو ايه يا باشا؟ يعني يا سياده المستشار الموضوع هو ايه؟ الموضوع القانون، صح ولا لا؟ طب سياده المستشار احنا ممكن يبقى في روح قانون في الموضوع زي ده عشان الاطفال وعشان الام وعشان الزوجه؟ بتقول يا فندم؟ بسأل حضرتك ان روح القانون مش ممكن يكون يعني ننفذه في حاجه في حاله زي دي عشان حاله الام والزوجه والولاد؟ من الممكن يا فندم، يا فندم، يا فندم، اذا تم عمل النقد من الممكن ان يتم عمل اشكال وتقديم هذا الاشكال. تمام سيادتك؟ تمام. الى المحكمه، بينزل كمان قدام المحكمه، وزي ما قلت سيادتك المجني عليه بيقر بالعدول، مش هم دول اشخاص؟ طبعا. هم سامعين حضرتك معانا دلوقتي. معانا. ده رقم واحد. رقم اثنين يا فندم، من الممكن انه يتم عمل محضر. ايوه. تمام. في قسم الشرطه اللي هو تابع ليه يثبت، وهذا المحضر يثبت يعني يا سياده المستشار يثبت يعني. الو. ايوه يا فندم، مع حضرتك احنا بنسمعك. ايوه يا فندم، يتم تحرير محضر في قسم الشرطه التابع ليه، محضر اثبات حاله بيقر. تمام يا فندم. بالواقعه دي بانه تم الزج باسماء هؤلاء من خلال اشخاص، والراجل تاكد ان ليس هم الذين القائمين بالتعدي، اذا تاكد من ده فعلا. أيوة. الطرف الاخر اللي يعمل المحضر. الطرف الاخر في هذه الحاله. بتقول يا فندم؟ بقول لحضرتك الطرف الاخر هو اللي يعمل ده المحضر. لا، المجني عليه وليس المتهمين. المجني عليه هو اللي يعمل الكلام ده. تمام يا فندم. تمام. وفي الحاله دي بيكون من حقهم ان هم يتقدموا بما يسمى بالتماس اعاده النظر، وده بيكون امام مكتب السيد المستشار النائب العام. التماس. ايوه معاك يا اسامه. التماس اعاده النظر يا فندم. باعاده النظر. يا فندم. يتعرض على مين يا سياده المستشار؟ يقدم هذا الالتماس الى مكتب السيد المستشار النائب العام يا فندم. مكتب المستشار النائب العام. النائب العام. يعني كده في اجراء تاني بعد النقد يا فندم؟ في التماس اعاده النظر بيكون حال ظهور ادله جديده. ايوه. مثلا لو انه بالفرض الجدل لا قدر في جريمه قتل، وظهر ان الراجل اللي قيل ان هو قتل انه حي، انه في ادله او مستندات. مفيش قتل يا فندم، هو بس بتؤكد الكلام ده. فانا في محضر اثبات الحاله اللي احنا بنتكلم فيه. ايوه. لا حق على الحكم، ومن حق المجني عليه بعد ما يحرر محضر ذوي المتهمين ياخدوا صوره اسمها من المحضر عن طريق المجني عليه، ويقوم بتقديم التماس اعاده النظر لمكتب السيد المستشار النائب العام. عن طريقهم ولا عن طريق محامي؟ عن طريقهم ولا عن طريق محامي برضك؟ على اساس ان هم يقدموا كاصحاب الشأن ولا عن طريق محامي؟ ممكن عن طريق الزوجه، عن طريق
الأم عن طريق الأخ أو الابن. وكمان المحامي ممكن يتقدم بالطلب ده لو في توكيل عنه. اه محامي عبارة عن توكيل يعني. اه عايزين تسال حاجه محمد ولا شفت مستشار في حاجه؟ بس هو كده اضاف لنا حاجه جديده بالنسبه لنا. حضرتك اضفت لنا يعني كتير. انا اضفت لنا يا سياده المستشار محمد بيه اضفت لنا حاجه يعني يمكن مش عايز اقول لك كانت غايبه عننا احنا. بشكرك على وقتك الجميل تحت امر حضرتك وسعداء جدا بلقاء سعادتك. شكرا لحضرتك. شكرا محمد بيه ان شاء الله يبقى لنا لقاءات مع حضرتك يعني. شكرا يا سياده المستشار. هم سياده المستشار دلوقتي محمود دخل لنا في حاجه دلوقتي يعني هي بشرة خير كله بامر الله يعني يا رب. يعني بشرة خير ان شاء الله يا رب. يعني احنا قلنا انا بالنسبه لي ما اعرفش انا مش راجل قانون يا رب فاعرف ان بعد كده الماضي خلاص كده الحكم بات فكده هو جاب لنا حاجه كده اسمها ايه يعني ايه بديلة امل يعني ضوء نور. ضوء نور ان احنا ان شاء الله ضوء نور ان شاء الله يعني ان شاء الله بامرك يا رب وان شاء الله ربنا يطمنك عليه يا حاجه وان شاء الله يعني يمكن يا رب يعني ده دعاء المصريين ان شاء الله لان المصريين هم بيشوفونا دلوقتي يا رب والمصريين هم حاسين بالوجع وبيقولوا وبيتكلموا وقلبه بيوجعنا على اولاده قوي ده يا استاذ ابراهيم يعني نجب واحمد دول كل اللي يعرفهم يحبهم ايوه مش يكرههم فاحنا احنا بنطالب بس يعني ان لم يكن بعفو من السيد الرئيس يبقى على الاقل على الاقل اعادة النظر في القضيه ان شاء الله هو الالتماس ده يمكن حاجه بالنسبه لنا دي يعني بشرة خير وانا يمكن لما سالت سياده المستشار دلوقتي ادانا المعلومه ديت انا بالنسبه لي مش راجل قانون ما فهمش مش محامي ما اعرفش احنا استفدنا احنا كمان احنا استفدنا دلوقتي معلومه جديده بالنسبه لي دي حلوه دي خيط نور دي خيط نور ان شاء الله بامرك يا رب ربنا يعني بينور بصيرتنا لان احنا يعني معلش انتوا ناس كويسين وناس محترمين وبتدوروا على حق اولادكم فان شاء الله خير وتفائلوا خير ان شاء الله وقولوا يا رب يا رب وادعي من المولى سبحانه وتعالى ملناش غيره هو الكريم سبحانه وتعالى قول يا رب يا حاجه وارمي اتكالك على الله كلمه اخيره عايزه تقوليها يا حاجه اتفضلي عاوزه استرحمي بس كلمة واحدة بس للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللي بيحتف على الناس بس يحتف عليا ويطلع لي ولادي ويطلع لي ولادي عشان انا ام عشان انا ام وقلب وجعنا عشانهم قوي انا ام وقلب وجعنا عشانهم قوي النبي والنبي ما باكل ولا بشرب والله والله ما باكل ولا بشرب والكلام ده ما بياكل ولا بيشرب وسب شغله وقاعد بيجري مش قاعد والله والله ما هو قاعد يا يعني انا عاوز اولادي جنبي حواليا زي الاول يعني الوقت ما حدش دخل انا وطلع القهوه ديت وساب شغله عشان يراعي ولاد اخوه يعني يراعي ولاد اخوه يعني ابن الدنيا كلها ولاده في الدنيا كلها بتحبه يعني لو اجيب لكم لو امنا لكم حته دي عالم من العالم ده تقول لكم ده ولادها ونعمل الادب والربايه والاحترام بتاعهم ان شاء الله ربنا يطمنك عليهم ان شاء الله ربنا يطمنك عليهم ان شاء الله نفس البرنامج الناس هو يجيب لهم حقهم باذن الله ان شاء الله بامرك يا رب واحنا عندنا يمكن الحمد لله يمكن الساده المشاهدين دلوقتي متابعيننا وشايفيننا ويمكن احنا وصلنا رساله القينا الضوء ان شاء الله انا متفائل خير عايز تقول حاجه محمود كلمه اخيره يعني انا بطلب العفو والسماح مش اكتر بطلب العفو عن اخواتي كلمه اخيره يا استاذ محمد برضه بطلب العفو من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعفو الرئاسي لان الاجراءات الالتماس هتاخد وقت وظروفهم ما تسمحش بالوقت يعني طيب. في بنطلب العفو الرئاسي لانه اسرع لان الالتماس هياخد وقت وظروفهم مش كويسه احنا بقى طبعا انا برجع لك انت عشان انت يعني هقول ايه عليك دور كبير جدا في المرحله الجايه أيه. طبعا انت هقول ايه بعد ربنا المشكله عندك وهتحلها عشان خاطر الحاجة وخاطر الصغيرين ان شاء الله مش مهندس ما شاء الله شاب دلوقتي عايز طبعا يتجوز فانت انا نفسي مرتاحه لكم تخيل انتوا مع بعض ازاي يعني انا هو اكيد شيطان بس ان شاء الله احنا معلش كده نصلي وندعي ربنا ان هو ان شاء الله املنا في ربنا كبير يعني ان شاء الله والباشمهندس نفرح بيك يا الله سعيده يا كلنا عندنا امهات وحاسين بالله فيها برضه ولما يطلعوا بالسلامه هتجوا لنا بقى هنا عشان هنا نباركوا لكم ونبقوا احنا وشنا حلو عليكم يا رب يا استاذ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب يا استاذه يا رب يا رب يا استاذه ده اتنين يا استاذه اتنين حتى يعني اتنين والله وابنك الكبير ده برضه يلا
ربنا يهدهم لك ويخليهم في دراعك ان شاء الله. صبر وايمان ان شاء الله, شويه صبر وايمان وان شاء الله هيطلعوا بالسلامه ان شاء الله, ان شاء الله باذن ربنا. وعلى ايدك حاج محمد ولا حاج محمود, على ايدك ان شاء الله يطلعوا, وتبقى ابتسامه الحاجه ترجع لها لان انا قطعت عشانها. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اعزائي الساده المشاهدين, هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. أعزائي المشاهدين, رجعنا لكم من جديد في برنامجكم واللي بتستنوه كل مرة. بننوه عن طبعا هيبقى إن شاء الله في برنامج صوت البرلمان والناس في إن شاء الله فقرة كده طبية هنسميها اسم جميل من أجلك, ماشي, من أجل صحتك إن شاء الله رب العالمين. 10 دقايق أو ربع ساعة مع جميع الأطباء في كل التخصصات وكل ما يخص المرأة وجمالها إن شاء الله معنا في الحلقات الجاية, وبعدين انتظرونا. طبعا انا كان معايا خبر كنت حابه اتكلم عنه, لان انا شخصيا ساعات احيانا كده بحس ان انا ممكن انجرف مع الستات اللي ممكن يسوى شويه على الفيس, بس هحاول قد ما اقدر اثر فيه. طبعا انا كان معايا خبر عن الفيس وعن خراب البيوت, ودي حقيقه ان حد كان طبعا من الازواج طبعا اشتكى زوجته وبقاله 21 سنه وكانوا عايشين سعداء وكانوا زي الفل يا استاذ ابراهيم, وبعدين الاطفال بيعانوا هما كمان. هي مشكله في كل دلوقتي البيت, يعني الاولاد والزوجه تخشي. انا لما ساعات بنادي على اولادي بلغي الواي فاي عشان الاقيهم, فمشكله, لان المشكله ديت في كل بيت. الفيس دلوقتي بقى حاجه, هو المفروض الفيس ده حاله اجتماعيه, توصيل معلومه حاجه, انما الموضوع دلوقتي في ناس بتستغل الفيس استغلال مش صح. ما بنتكلم على الفيس دي, مشكلته ان كل دلوقتي الزوجة أو الزوج ملهي في الفيس. طب معلش, والبيت فين؟ البيت فين؟ الترابط الأسري بتاع زمان فين دلوقتي؟ خلاص الفيس ده بقى مشكلة, هو اهدار وقت, ظاهرة واهدار للوقت. أيوة, اهدار للوقت. وبقول ان كل ست ممكن تقعد على الفيس بس بعد ما تخلص شغلها, بعد ما يكونش خالص وراها حاجة. انا ساعات انا بعمل كده اخيرا يعني بالظبط, اولا اللي هو اصلا معلومات وثقافة. ايوه, نختم بقى ان شاء الله. انا ان شاء الله لكم حلقات, الحلقات القادمة في برنامج صوت البرلمان والناس كل سبت الساعة 8 مساء. انتظرونا, عندنا الجديد حوارات ومفاجآت إن شاء الله, هتكونوا مبسوطين إن شاء الله. هيكون كل واحد فيكم عنده فكرة بتدور في باله هتلاقوها عندنا في صوت البرلمان والناس, وإن شاء الله رب العالمين هتكونوا مبسوطين. ومعانا الفقرات الطبية هتعجبكم أكتر وأكتر وأكتر. ونشوفكم على خير في الحلقات الجاية.